Bye.
امي؟ انت مسخن ولا انا اللي داي بارده؟ الحمى هذه عدوه، اذا صابت البني ادم تخف روحه تخليه يطير مثل ريشه في العاصفه، وتم تطير وتطير. وين تصير؟ الحمى إلها أبواب كثيرة، باب ورا باب ورا باب، وبين كل باب وباب يبتدي يضيع كل شيء عن جسمه واسمه ورسمه. وتم بروحه خالي من كل شيء. الحنة كلامي يبدو يتغير، يصير أشياء ساحرة تمر قدامي في منظرة، أشياء وكأني أشوفها أول مرة. الباب يستوي سرير، والبيت يستوي وادي، والسنة تستوي لحاف، والناس اللي أعرفهم يعبرون قدامي مثل أغراب أشوفهم أول مرة. هذا مو بابي، هذا مو بابي. شو تدور؟ أدور باب بيتي. جاي بيتك ما في باب؟ باب بيتي سرق السير. يمشون وانا امشي وراهم، الكل يمشي في هالحمى،
ندور أشياء ضاعت، أشياء اللي تارسة حياتنا من كثرها. ما بقت بيبان على بيوتنا، ما بقى ولا باب، صارت بيوتنا مفتوحة، مفتوحة للظلام والدرايش، والدرايش عيوننا اللي كنا نفتحها على الشمس والقمر، عماها السيل.
تقول يا دو لما تكثر الأشياء تبتدي تضيع من نفسها، تكثر الويوه تضيع ملامحها، تكثر البيوت وتضيع أبوابها، لما تكثر الأبواب تضيع الليالي اللي تقفلها وتفتحها، تضيع كل شيء نسميه داخل وبرا، وتصير الحياة كلها مثل حمى نضيع فيها كل شيء، من جسمه ورسمه ورسمه، ويتم كل شيء بروحه خالٍ من كل شيء.